السلام عليكم. الزلف اللون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ حسن عدلي يتكلم من غرفة سيتي ليدين حي الكثبان. الغرفة تاع الكثبان كالعادة غرفة عائلية محترمة. مرحبا بكم اللي حاب يقصر قصرة ليلية كالعادة، كل الليل نقصروا بين 6 ل 10 كاع ولات حومة وكاع بلدية المحمدية، ومعروضين الناس من 48 ولاية، مرحبا بهم كذلك. واش نقولوا، كل يوم نخرجوا بموضوع سوجي تاع السوسيال، سواء المعيشة سواء الزواج، كما نقول لك الصحبة المحبة إلى آخره. كل واحد تاع الرياضة، ودي فوا نعرضوا شي ناس يدخلوا يتناقشوا، سواء رياضيين ولا أساتذة إلى آخره، دكتورات إلى آخرها. هذيك الموضوع تاع اليوم هو: ما هو دور الرجل في البيت؟ ما هو دور الزوج في البيت، أو الرجل بين قوسين الرجل في البيت؟ هذا هو الموضوع تاع اليوم. نشوفوا واش من لو ديفوار تاع الرجل في البيت. الرجل على بالنا خارج البيت على بالنا واش يدير، خدمته يخدم يجيب اللقمة، هذيك على بالنا، ولكن في البيت ما هو دوره في البيت؟ ومن بعد نختصوا نشوفوا ما دور المرأة، وكيف الرجل يساعد المرأة، كيف المرأة تساعد الرجل إلى آخره. هذه ما هو دور الزوج في البيت، هذا هو العنوان تاع اليوم. الاقتراح كان من أخونا مصطفى طاليس، هو اللي جبنا هذا الموضوع. هذه غرفة فيها حرية تعبير، فيها أي شخص يقدر يدخل، يمد لنا نصائح ارشادات معلومات الى اخره. وش نحبوا احنا؟ نحبوا كل الناس تدخل، ما تبقاش كما يقولك الدار بتشتم تعصب تغضب الى اخره، باسكو هنا الحوار، واحد يتناقض مع واحد معليش، ولكن بصفه طريقه تكون ايجابيه. هذا المكان ونخرجوا بهدف واحد، الهدف الواحد هو تجور ايجابي. هايديك هذه هي. مقبل ما ان شاء الله يدخلوا الناس، نشكر بزاف بزاف رئيس بلدية المحمدية الأخ عروج خردين على المبادرة الخيرية اللي دارها في المركز الشعبي البلدي لبلدية المحمدية. راهو مد كل عائلة وتجد لها كما يقولوا حنايا برقية أونفلوب فيها شيك تاع مليون، كل عائلة عندها مليون للمحتاجين. أنا نهضروا للمحتاجين، جيب له ربي على حسب الاحصائيات، شافوا الناس اللي يحتاجوا 400 وشي 450 لما مانيش غلط، هكذا فوق 400، هي لما مانيش غلط 454 هكذا هم يدوروا. الحمد لله، الله يعطيه الصحه. نشكروا كاع بلديه المحمديه وكاع العمال ديالها بيان سور. السلام عليكم محمد، اهلا بك خويا. نشكرهم باسكو البارحه حضرتها متاخر، اليوم ان شاء الله كما يقولوا الناس تعرف باللي عندنا بزاف ناس يديروا خير في الدنيا هذه، البركه بيان سور. مازال نشكروا بزاف بزاف، اسمحوا لي، نشكروا بزاف خونا عروج خردين وجماعته كاع، خليفه حماد وخالد الى اخره، نشكرهم بزاف بزاف. ونشكروا كذلك ولاد حومتنا اللي راهم في المهجر، اللي راهم يديروا مبادرات، كمثل كرزقي كريك الله يعطيه ما يتمنى، دار شريط عنده واقي الاسبوع في اللايف تاعو، وقال مدى به يعاون ولاد حومتو. شوف انسان وليد فاميليا اونص مسكين، نسى كاع ولاد حومتو ما يشفى لهمش، ولكن شوف قلبه مازالو في حي الكثبان، او دار زكاه صدقه الجاريه لبابا عمي حسن الله يرحمه والام تاعو، رب ان شاء الله يكونوا في الجنه يا رب العالمين. ها واش نقولوا احنا، الله يزيد له في الدنيا ويحفظ له ولاده. حبيبنا خونا رزقي كريك انسان طيب طيب طيب، معروف في بريطانيا، انسان تقريب 40 سنه في بريطانيا، او دي باس 30 سنه، راه بين 30 40ات، مازال يخدم مع بلاده الحمد لله. ان شاء الله نلقاو الناس كيما هو. كاين الناس يديروا بزاف احنا ولاد حومه عندنا شحنه بزاف، نتعاون ونترافدوا، كي تلحق كيما يقولوا احنا الضيق كي يلحق ان شاء الله كاع نتعاونوا ويتفيد.
وكاين فئة هذيك اللي تجيني ولا اللي تعجز ولا هذيك حاجة أخرى، هذيك ربي يهديها وإن شاء الله ربي يوفقهم كذلك في نفس الوقت. نشكروا بزاف اللي راهم يفتحوا جمعيات وراهم كما يقولوا يتبادروا وتبرع بالأموال تاعهم، راهم هنا في بريطانيا، وإن شاء الله رسالة الحق كيف يفتحوا جمعية في ليدون يبعثوا لهم الأموال هذه ويكون الناس خلصاء يعرفوا كيف يوزعوا للناس. ها واش نقولوا احنا، هذا ما كان إن شاء الله كنا نجيبوا حاجة جديدة، والعام راهو طويل كذلك، اليوم مبادرة، غدوة ضحك، غدوة ابتسامة، غدوة دعاء إلى آخره. إن شاء الله نفرحوا الناس بيان سور، باسكو هذه الدنيا راهي فانية، بنادم ما يبقاش يقول ندير 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 ندير، لازم يخمم. باسكو الصدقة ولا الزكاة، الزكاة راهي فريضة، ربي كي دار الزكاة فريضة على باله، علاه على باله بلي كاين ناس تحتاج باش تحكم التوازن، لا بالونس، اللي عنده بزاف دراهم اللي ما عندوش يصدق ويتوزع كاع على العالم عالميا بيان سور. الفقراء عندهم كيما نقول لك حقهم. ها واش نقولوا احنا، دونك ان شاء الله نفتح الغرفة ونعرضوا شي ناس بيان سور، مرحبا بهم، ولا تحومة ولا اللي في البلدية المحمدية ولا الجزائر 48 ولاية، مرحبا بهم، ما عندناش الفرق حنايا، ما كاش الفرق.